سعد لي مساكم ومساء الحب والجمال والرياحين عليكم جميعا وجميع نساء نواعم بالتحديد ثانك يو ونساء كليزي، على طول. ميرسي. ليش وكيف اخترتي السجاد للرسم؟ السجاد هو كإعادة تدوير التراث من الماضي إلى تدويره بجماليات الفن ومكنونه. السجاد يتواجد في كل بيت عندنا في المنطقة الشرقية، حتى في كل بيت أتوقع عربي كان أو أجنبي أو أي مكان كان، فكانت فكرة إعادة تدوير للعادات والتقاليد وأشياء من تراثنا وثقافتنا الشعبية. استوقفني هذا الشيء وحبيت أن أعالجه وأعمل منه لوحات أو نوافذ تكون عن المرأة السعودية وتفتح أبواب أخرى لتاريخ المرأة السعودية منذ القدم إلى الآن. أهلا وسهلا فيكي فاطمة، وأنا سعيدة جدا بإني شفتك. طبعا أنا دراستي كانت في حبيبتي البكالوريوس فنون إسلامية، رسمت على كثير الله من اللوحات من الأقمشة والخامات، بس على السجاد أنا ما رسمت. فيني أعرف إيش التقنية اللي استخدمتيها في الرسم على السجاد؟ أكيد السجاد صعبة صعبة، يعني من أصعب المواد اللي يمكن ترسمي عليها، لكن بعد المعالجات الكيميائية والمعالجات يعني أشياء فنية نستطيع نرسم عليها. طبعا أنا مو بس أرسم، أنا أدخل خامات مع السجاد، يعني غير الكانفاس، الستان، الخوص، أشياء كلها معاد تدويرها من تراثنا. فتخيلي جمالية إن أنت تستلهمي من تراثك وتوريها العالم أجمع، وتخلي العالم يتعطش لثقافتك، يعني منطقتك وش فيها من رائع. جمال، وتتمنى تزور هاي المنطقة بسبب ما فيها من ثقافة وإرث حضاري. فاطمة، طبعا الفن اللي انت تسويه جميل جدا ويمكن غريب، انا بالنسبة لي اول مرة اسمع عن هذا النوع من الفن، وفعلا فعلا حلو كيف مزجتي التراث مع فنك. بس حابة اعرف ليش اخترتي المرأة السعودية موضوع لكل هذه الرسمات؟ هي حالة امتنان مني كفنانة سعودية، بلدها اعطى لها الكثير، ليش هي ما تقدم له؟ كانت رسالتي في هذا المعرض بالتحديد اللي سميته ريحانة، وكان المعرض في دولة البحرين، كان برعاية الشيخ راشد آل خليفة في جاليري فولك بالتحديد. كان رسالتي رسالة امتنان لكل نساء الوطن وبالتحديد منطقتي، منطقة القطيف. حاولت أن أجسد كل شخصية، وشخصية حقيقية بالمناسبة، يعني كانوا متواجدين عبر العصور، يعني من أيام الخمسينات كان لهم دور في تنمية المجتمع وتنمية أبنائه وإعطائه الكثير الكثير. فكانت هاي الرسالة امتنان وهدية لمنطقتي أن أجسدها في كل المعارض العالمية والمعارض الدولية. وطبعاً الحمد لله يعني كان المعرض ناجح، وكان له رحلة إلى لندن وغيرها إلى باريس وكذلك كولومبيا ومصر أيضاً، والآن في الرياض ينعرض مجموعة منها. نقيت برسماتك المرأة السعودية بلباسها التراثي، ليه ما بتجسدي أيضاً المرأة السعودية المعاصرة؟ أنا مثل ما قلت لك أنا أعشق التراث، وأحاول أن أبين للجميع أن إحنا نملك أرض جمالي له قيمة، ليش ما نفتخر فيه؟ مدام أن إحنا نمتلك هذه الفنون، ليش ما نبينها على مجتمعنا؟ وأكيد يعني اشتغلت على النساء من الحاضر مثل هذا العمل. كان أزمة كورونا، كانت لطبيبة معاصرة يعني انصابت بمرض الكورونا كمان، لأنها كانت من الشخصيات اللي في أزمة الكورونا والجائحة
قاموا بدورهم. فأنا أجسد في كل العصور، ولكن كانت رسالتي في ذاك المعرض أن أجسد تاريخ منطقتي، منطقة الشرقية، وحاولت أن أركز عليه في أعمالي.